قدم لا تكون ولا بالاهداف ولا اهداف. بدات ربما مع انخفاض حراره الطقس نوعا ما بدات تاتي، ونرجو ان تتواصل هذه الاهداف فيما تبقى من المباراه. يظل افتتاح التسجيل سي فتحي ربما كانت من كره القليل اللي لقفها السلطاني نفسه وجه لوجه طليق في الجهه اليسرى، ربما هدف قد يرفع نوعا ما النسق فيما تبقى من المباراه. إن لم يكن صدر بعد أيام يعني سيفرض إجراء جلسات انتخابية في الجمعيات والجامعات. كانت المباراة بالجمهور أو دون حضور الجمهور، مباراة الأجوار لديها سنوجو رأسية، الحارس منذر شمام بصعوبة ياخذ الكورة على مارتين، فرصة النتيجة بعد توزيع عامل بسام السايبي، كورة رأسية مرة جانبية من بسام السايبي فوق مرمى الحارس منذر شمام، بسام السايبي هنا كاد يسجل بعد محاولة أولى من شادي المالكي، كرة مرت بجانب القائم الأول للحارس منذر شمام. البحث عن التهديف يتواصل، تسديدة قوية من السايبي يرجعها بالخوجة بصعوبة، العملية تتواصل ورأسية فرج الساسي السايبي بالراس وكورته جانبية بقلي. تصويبة بسام السايبي اللي حولها بالخوجة للركنية نجم نقولوا، والحوارات الفضائيه في هذه المباراه طويله. زيري وفما لمسه يد، ما فماش لمسه يد، تبقى للاولمبي البيجي، ممتازه التمريره بالقدم وتبقى معها خليل جلاسي او بسام السايبي على الجهه اليمنى، يوزع في القائم الثاني والتدخل ممتاز. طيب التغطيه كانت من بسام السايبي والركنيه على ما يبدو الاولى للنادي البنزرتي منذ بدايه المباراه. أمامكم الإعادة. لكن ياخذ الكره بسام السايبي ويربح مخالفه ايما كاميرا. بسام السايبي يبحث الاولمبي البيجا، ترجع الكره لبسام السايبي. We'll be right back.
ماهيش عمليه بسيطه. وكما قلت يعني ابراهيم الطوري اقرب غازي الغريري لكم كاساسي خاصه بعد هي. كذلك تعلق لهذا الحارس في اللقاءات الاخيره دون قبول اهداف، ولكن منتخب دومينيك دا سيلفا يخلي الحارس يرجع الكره بسرعه للمدافع، ومازال دومينيك ومعاه كذلك هيثم مرابط الضغط يعني في مناطق. ماشي مهدي عالم مازال محافظ على الكره يبحث عن المسانده، يلقى اللاعب بسام الصايبي يرفع الكره لفرنش البنوني لكن ياخذها بسام الصايبي. بسام الصايبي ولكن ربما بعض الاصابات حرمته يعني من الدروس. ترجع الكرة بسرعة الى هجوم الاولمبي البلجي بسام الصايبي وثم تماس ثاني على التوالي من نفس اللعب. اذا بسام الصايبي في اتجاه الكريدان ترجع امام ابراهيم التوري يربح تماس هذه المره للنادي الاسفاكس. ويوجه الكره الى التنفس محاسن من نجم الدار باشا وكذلك من الظهير الايسر اللاعب قيس مخلوف يوسف المساك. هذه الاعاده وقت كان الحوار مع بسام الصايبي. Yeah.
باشا او بسام السيبي يرفع الكره الى علي كريدير وتؤثر اكثر على الكره واكثر اصرار في عمليه الهجوميه. توزيع في مناطق الجزاء التدخل كان ويصبح والحكم يقول مش مخالف. وصل لاعب رمزي بن يونس where we met.